لو أوصى مغفر بأن يدفن في أي مكان آخر لاستغربت. لو أوصى مغفر أن يدفن في الكاظمية لاستغربت، لأن مغفر عاش طوال عمره علويا، كان له فهمه الخاص لعلي، كان علي ثورته الدائمة، وأراد أن يظل جزءا من تلك الثورة، وبحث عن علي بكل الأسماء ولم يستنكف، ومن هنا جاءت وصيته صحيحة متقنة، لا لأن أمه مدفونة هنا فهذه رواية مكذوبة، لا، لأن مظفر أراد أن ينام حيث ينام ويشمخ ويمثل إمام الثوار. أقول لكم ذلك مني وأقول لكم منه، ولدي ذلك موثق صوتا وصورة. قال: سنعود وسندفن في العراق. قلت له: أين في العراق؟ قال: في نجفنا. لدي ذلك صوت وصورة.